السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ وصفة النهاردة بطلب منكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تدعموا الفيديو بلايك وتعليق عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة اللانشون البيتي بدون اي اضافات، بدون لحوم، بدون دجاج، فقط بس مكونات موجودة عندك في المطبخ. نبتدي بقى مع بعض كده بالمقادير. المقادير متوفرة في اي مطبخ. تمام، معانا 5 مثلثات جبنة، اي نوع جبنة انت تحبيه. معانا فلفل اسود صحيح لون طعام احمر، ومعلقة فلفل اسود صغيرة مطحونة، وفصوص حبهان. معانا 3 مكعبات مرقة و6 فصوص ثوم، 5 بيضات، نص كوب زيت، كوب دقيق. معانا بابريكا، معانا كمان البصل البودر، ومعانا كمان الثوم البودر، ومش هنضطر ان احنا نضيف اي ملح لان كده كده المكعبات بتاعت المرقة بيكون فيها الملح، لكن لو حابة ان انت تضيفي ان هو يكون الملح بتاعه عالي شوية ممكن تضيفي 1/2 معلقة شاي فقط، 1/2 معلقة شاي ملح. تمام، 1/2 معلقة صغيرة يعني. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالمكونات دي كلها في قلب الخلاط. زي ما انت شايفين كده نزلت بالزيت والبيض والجبنة التوابل واللون. بعد كده معايا 1/2 معلقة بابريكا صغيرة، 1/2 معلقة توم باودر، و1/2 بصل باودر. بفرم كل المكونات دي كده في الخلاط، ممكن تستخدمي الكب عادي. بعد كده بحط معاهم الدقيق وارجع افرمهم تاني بحيث ان اتاكد ان مفيش اي كتل او تكتلات. بعد كده بجيب مصفى وبصفي الخليط دوت من اي شوائب هتكون موجودة فيه، زي اللي هي الفصوص الصحيحة والحبهان بيكونوا اتفرموا لكن لسه ظاهرين، فبصفي المكونات كلها. تمام، بعد كده بيكون موجود معايا اللي هو الكيس الحراري، ومعايا كمان الستريتش رول، بيكون معايا ورق الالومنيوم اللي هو السلوفان. تمام، ده القوام معايا. ولو انت حابة ان اللون يكون احمر شوية عن كده انت بتضيفي او بتزودي اللون الطعام، لكن انصحك ما تزوديش كتير لان اللون ده بيكون فاتح، لكن وقت التسوية بيوصل للدرجة اللي احنا عايزينها، فمش تزودي لون الطعام بدرجة كبيرة. معانا هنا كيس حراري او اي كيس اللي انت بتخزيني فيه، على حسب بقى الطول اللي انت عايزاه طويل، عايزاه عريض، على حسب الشكل اللي انت عايزه اللانشون يطلع لك بيه في الاخر. فانا بحب اللي هو اللانشون اللي هو الاسطواني. هبتدي ان انا انزل الكيس جوه كاسة كده بحيث ان انا اقدر اصب المكونات دي فيها، وهنزل بالخليط كده واحدة واحدة. شايفين السمك بتاع المزيج دوت اللي هو بيكون زي مزيج الكيك كده بس اتقل شوية، لا خفيف ولا تقيل، بيكون كويس. هو كده كده ان شاء الله بعد التسوية بيكون قوامه كويس. ارجع انزل ببقية الخليط تاني بحيث ان انا املى الكيس ده كله بالكمية اللي موجودة معايا. وبنزل الخليط جوه الكيس بحيث اضمن ان الكيس مفيش فيه اي فراغات، واخرج الهواء اللي فيه عشان يديني الشكل الاسطواني اللي انا عايزاه في الاخر. بضغط كده عشان اخرج كل الهواء من الكيس، وبرجع افتحه تاني وانزل بقية الخليط اللي معايا.
تمام. هكمل بقية الخليط واقفل الكيس، هيظهر معايا بالشكل دوت. هقفله من الجنبين بحيث ان هو يكون عاطيني شكل اسطواني او شكل البونبوني وهو ملفوف. بقفل جامد من الجنبين واتاكد ان انا قافله كويس. بعد كده بجيب استريتش راب وبغلف الشكل ده معايا تاني، بغلف اللانشون تاني معايا بحيث ان هو وقت التسوية ما يوصلوش اي مية، وكمان براعي ان ممكن حجم اللانشون بيزيد وقت التسوية فما يقديش ان الكيس يتقطع مني، فبضمن ان الكيس ما يتقطعش وما يوصلش مية لللانشون ويبوظ الطريقة اللي انا عملتها. بلف كده كويس وبضغط وبقفل من الجانب دوت ومن الجانب التاني كمان. بعد كده هجيب ورق الألومنيوم وأغلفه كمان بطبق منه بحيث أضمن وأكون متأكدة إن مفيش أي مية هتوصل، وكمان ده بيساعد على التسوية وبيساعد كمان ان الشكل يكون اسطواني ومتساوي، بحيث ان انا لما اجي اقطع اللانشون يديني الشكل المحبوب المرغوب عند الاطفال، وكمان يوهم الاطفال ان اللانشون دوت جاهز لان الاطفال عامة بتحب اللانشون الجاهز. تمام. وده كمان ان شاء الله هيطلع معاكم بطعم الجاهز واحلى كمان ان شاء الله. بتمنى تقولولي رأيكم في تعليق. بيكون معايا حلة على النار حاطة فيها كمية مية مناسبة، وبنزل بيكون بتغلي لازم اسيبها تغلي وبعدين انزل بالرول بتاع اللانشون في قلب المية، واتأكد ان المية مغطية سطح اللانشون بحيث اضمن تسويته من جميع الجوانب. فبضغط كده عليه بالمعلقة بحيث ان هو ينزل في المية، وبستمر في تقليبه من وقت للتاني زي ما انتوا شايفين كده. بعد فترة من الغليان بيبتدي ورق الألمنيوم يغير لون، فده شيء طبيعي، فبنزل كده الرول دوت في المية لان المية بتبتدي تنقص، فمش بزود بس لكن بقلب على طول بحيث ان هو يستوي من جميع الجوانب وما يبقاش فيه حته مستويه وحته لا. وعامه بيحتاج معايا في التسويه ساعه ساعه وربع، وكل ما بسويه كويس كل ما هيكون احلى معايا وهضمن ان هو مش طري لسه من جوه. تمام. بيكون على نار عاليه، بفضل اقلب كده من وقت للتاني بحيث اضمن ان كل اللانشون استوى وبقى زي بعضه. بعد اما يتم الساعة وربع بخرجه وبسيبه يبرد، وبعدين ابتدي اقطعه. بيظهر معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وطعمه روعة جدا جدا جدا. اتمنى تجربوا الوصفة وتقوليلي رأيكم فيها. ممكن كمان نقدمه بقى مع اي نوع عيش او خبز انت حابينه، هو صراحة بيتاكل لوحده كده اكل ان شاء الله هتحبوه، كمان اولادكم هيحبوه. تبطلوا تجيبوا الجاهز من بره اللي احنا مش متأكدين من مصدره، وان شاء الله في فيديو تاني ممكن اعمل لكم طريقته بالدجاج وطريقته باللحوم. وقبل ما اقفل الفيديو بتمنى منكم تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.